نطالب من فخامة الرئيس ومعالي وزير الري يفتح لنا يسرح حفر الابار. الفلاحين راه مضرورين، رانا نشرو في السيتيرنا ب 300,000 300,000 كل يوم، سيتيرنا ب 300,000 والاعلاف الشعير راه يدير 500 600,000 والنخالة 300,000. نجو عند الولاية يقولوا لنا احنا المشكل تاعكم تاع حفر الابار والمشكل تاع الفلاحين ماشي عندنا، روحوا الموارد المائية. روحوا الموارد المائية ما يستقبلوناش بالسيف، ما متمد لهم طلبات، ما كاش لي زاكيجي دو ريسيبسيون، معناتها ما نقدروش نحاسبوهم غدوة. ماهمش مصنفينا كفلاحين، دايرين منطقة مسيلة، منطقة رعوية ماشي منطقة فلاحية، بمعنى الفلاحين هنا ما عندهمش الحق لا من حفر الابار لا من امور الدعم تاع كفلاح. بعد بذل الجهد والمال اصبحت لدينا غابات من الاشجار، اللي عنده 2000 شجره واللي عنده 1000 شجره واللي عنده 3000 شجره. الان الابار المده نتاع 20 سنه ارشات واهتارت الابار وجفت واصبحت الاشجار عرضه للتلف.